وأهلا بكم في قناتكم فام. حلقة اليوم مميزة، سنتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي. منشئ المحتوى في بداية مشواره يعاني بعض المشاكل. أحيانا يريد تسجيل الصوت بشكل محترف، يريد أن يستخدم برامج مدفوعة الثمن حتى يعدل في الصوت، يحتاج إلى ميكروفون جيد يعني ذو جودة عالية في تحسين الصوت، لكن قدراته الشرائية لا تساعده على ذلك. اليوم بإذن الله سأحل هذه المشكلة بتقديم أفضل موقع يقوم بتعديل الصوت حرفيا. إذا كنت في مكان فيه ضوضاء، صوتك غير واضح، سجل بشكل عادي في الهاتف ولا تعاني من هذه المشكلة. اليوم سنقدم لك موقعا يقوم بتعديل الصوت بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل ما عليك هو تسجيل صوتك ثم التوجه إلى هذا الموقع. نحن الآن قمنا بتجربة، قمنا بتسجيل صوتنا وحملناه عبر هذا الموقع، تلقائيا سيقوم بالتعديل. طبعا هذا الزر حينما نعطله سنسمع الصوت كما هو مسجل، حينما نعيد تفعيله سيتضح الصوت بجودة عالية جدا. طبعا هنا يمكن أن تختار الطريقة التي تريد تصحيح الصوت من خلالها. هنا هذا الخيار يزيل جميع الضوضاء المتواجدة في محيطك أثناء عملية التسجيل. لاحظوا معي الصوت في البداية كيف هو، يعني بالوضع الحقيقي الذي سجلت به. اسمعوا الآن. أهلا بكم في قناتكم فهم، المصدر الأول على اليوتيوب، الخبرة بين يديك. هذا هو الصوت الحقيقي. الآن لاحظوا حينما نفعل هذا الزر، لاحظوا جودة الصوت كيف أصبحت. أهلا بكم في قناتكم فهم، المصدر الأول على اليوتيوب، الخبرة بين يديك. ألاحظتم؟ فرق واضح تماما. إذن بالذكاء الاصطناعي الآن تستطيع من خلال هذا الموقع أن تسجل الفيديوهات بصوت يعني ذو جودة نقية وصافية بدون الحاجة إلى ميكروفون غالي الثمن أو إلى معدات. ابدأ بالبساطة، ابدأ بدون معاناة، ابدأ بدون تكلفة نفس، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إليك هذا الموقع مجانا، سجل به بدون أي مشاكل. أنصحك فقط أن تسجل بإيميلات بعيدة عن قناتك حتى تحافظ على قناتك من السرقة. إذن سأترك لكم الرابط أسفل هذا الفيديو في أول تعليق، أو بالأحرى سأكتبه لكم في الفيديو حتى نبتعد تماما عن الروابط الخارجية حتى لا نتلقى أي إنذار. سأترك لكم الرابط داخل الفيديو، يمكنكم مشاهدته. طبعا حينما تسجل في الموقع ستعطيك بعض الروبوتات، يعني تبقى بتسجيل العد وما شابه. يمكنك استخدام الإيميل المؤقت عبر البريد. كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع وتحمل الملف الصوتي الذي تقدمه. إذن كل ما عليك هو عندما تفتح هذا الموقع ستكون الواجهة بهذا الشكل. حينما تفتحون الصفحة ستجد هذا الزر Upload، يعني تحميل، تضغط عليه وتحمل الملف الصوتي الذي قمت بتسجيله تلقائيا، وتبدأ عملية التحويل لتنقية الصوت وصفائه. إذن هذه الميزة توفر عناء البحث، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا تعاني من هذه المشكلة بدءا من هذا اليوم، لا تبحث عن ميكروفون غالي الثمن، ابدأ بما لديك. مستقبلا حينما يعني تملك القدرة يمكنك أن تطور من ذاتك ومن محتواك، لكن في البداية اعمل بكل الوسائل البسيطة حتى تصل يعني بالتدريج إلى ما تريده مستقبلا. إذن هذا الموقع يوفر لك ميزة تحسين الصوت، يعني يزيل لك الضوضاء وما يحيط بك في محيطك الخارجي من أصوات، يؤدي إلى توضيح الصوت يعني بشكل البودكاست. يعني حاول أن تدرج كل مواهبك عبر هذا الموقع. طبعا هذا عبر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. الآن كل الأمور تغيرت، أصبح كل شيء بالذكاء الاصطناعي، وسنأخذ عدة حصص فيما يخص هذا، في مجال الصور، في مجال الصوتيات، في مجال التعديل، في كثير من الأمور، في كتابة المقالات إلى غير ذلك. ترقبوا الجديد دائما من موضوع الذكاء الاصطناعي القادم
يعني أفضل مما هو سنقدمه الآن، ترقبوا دائما الجديد. إذا كان هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتكم فهم، تذكروا دائما المصدر الأول على اليوتيوب والخبرة بين يديك.